اكتر حاجه ممكن تسعد زوجين بعد فرحتهم بليله العمر انهم يسمعوا جمله مبروك المدام حامل. بسرعه العريس يطلع تليفونه ويتصل على والده ويقول له ازيك يا جدو، والعروسه تكلم مامتها وتقول لها نفسي غم عليا وعاوزه حاجه حادقه. وخلال لحظات واحد فيهم يدخل على الفيسبوك ويكتب الحمد لله والتاني يعمل له لاف، وتبدأ رحلة جميلة وكبيرة من الأحلام بالمولود الجديد، من تجهيز لبسه للتفكير في أسبوعه، ده غير الخناقات على اسمه ودلعه. بس للأسف في لحظة واحدة ممكن تتبدل كل الأحلام دي، وبتحط مكانها أمل في الشفاء، لما يخرج الدكتور من أوضة الولادة ويقول مبروك بس الطفل تعبان شوية، وبعدين نعرف إنه مريض بمتلازمة داون اللي كان اسمها زمان الطفل المنغولي. بتبقى يا فرحة ما تمت، وجه مسطح، رأس صغيرة، رقبة قصيرة، لسان بارز، وودنين صغيرين. بيبقى معاها كمان ساعات عيوب في القلب والجهاز الهضمي، اضطرابات في المناعة، ساعات انقطاع النفس أثناء النوم، وتستمر رحلة تعب وقلق نفسي طويلة. فوق كل ده تخبيته من الناس عشان ما حدش يشوفه ويتصعب عليه. بس تفتكروا الموضوع ممكن يخلص على كده؟ الأمل بيقول لأ، والعلم بيقول لأ، والطب والأطباء هم كمان بيقولوا لأ. أكيد في حلول وعلاجات ونسب شفاء. صحيح الطفل هيعيش بمواصفات مش طبيعية في الشكل، لكن ممكن يبقى طفل سوي ما عندوش مشاكل لا صحية ولا نفسية، وكمان ممكن يتفوق في مجالات عديدة، في بعضها يمكن يكون أفضل من أطفال كتير.